بره البنواز بعمل ايه؟ اجي اقول هنا اهو ارسم خط. خط فيرتيكال وخط هوريزونتال كده. اللي ممكن الشكل بتاعي ممكن يبقى الميل يبقى فوق وممكن الميل يبقى ايه؟ في الجنب. كويس؟ طول الخط ده انت اختار. طول الخط ده انت اختار. فرض ان انا حاجته 4 سم 6 سم يعني 60 مللي واقسمه على 2 يبقى المسافه دي بقت كام؟ 30. وهنا اهو اعملهم مع بعض عشان ما اضيعش الوقت عشان القياسات بتعلموا ازاي توفروا وقت. قلت له احنا بناخد وقت طويل جدا. قال انت بتعيد الحاجه بتكررها 60 مره من غير لازمه. هقيس ال 6 سم هنا وهقيس ال 6 سم ارسم خط فيرتيكال خط فيرتيكال بدون عشان واجيب الديفايدر اخد هنا 6 سم هقيس 6 سم بيه واخدها هنا واخدها هنا. خلصت ولا لا؟ او اخد 3 سم واخد هنا اهو من نقطه اخد كده اهو وكده اهو وكده 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 اهو. وبعدين اروح مطلع حته خط هنا وحته خط هنا. المسافه دي قد ايه؟ 30 مللي. مش كده؟ 30 مللي. 30 مللي على 10 على كام؟ 3 مللي. يبقى كده يروح 3 مللي هنا اهو 3 مللي هنا واروح جاي موصل دي كده اهو وموصل دي كده وموصل دي كده وموصل دي كده. ادي الميول اللي عندي كلها بالمثلثين انقل توازيات. الكلام ده احنا خدناه في البدايه خالص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنيجي هنا اهو عايز بقى ميل عايز ميل هنا عايز ميل هنا عايز ميل في هنا اهو عايز ميل في حته في اي مكان. امسك المثلثين بتوعي ادي مثلث اهو في المثلث الثاني ادي المثلث الثاني بتاع جاي عامل ايه؟ واخد خط اهو حطه كده اهو اوكي واروح جاي حاطط المثلث الثاني ده كده اهو يبقى ايه؟ دليل بالنسبه لي جاي واروح محرك ده كده اهو واروح ارسم ده اوكي احركه لتحت واروح جاي ارسم ده اقلب الناحيه الثانيه اروح جاي ارسم الميول للناحيه الثانيه. هلاقي ان الكلام ما بياخدش مني ولا ثلاث اربع دقايق. تاني؟ تاني اه. انا عندي هنا اهو الميل ده عايز اجيبه زي ما قلنا. هل في مشكله ده؟ رسمنا الميل ده ورسمنا الميل ده. زي ما قلنا خدت 4 سم تقسمها 2 سم و2 سم هنزل 2 مللي. خدت 10 سم هنقسمها 2 يبقى 5 سم يبقى هنزل نص 5 مللي. وارجع موصل كده موصل كده. واخد موازي. ادي الخط بتاعي موازي اهو واحط ده كده اهو او الناحيه الثانيه. زي ما قلنا عايز ارسم عندي خط وارسم خط موازي. اهو كده اهو لما احط ده كده واحرك ده عليه يبقى كل الخطوط اللي هنا كلها ايه؟ موازيه. يعني بنزل 3 سم 3 سم 10 سم زي ما انت عايز ان هو تاخد الخط بتاعك كده افقي وكده راسي اوكي هتحط عليه زي ما انت عايز كل 10 سم عشان تبقى اسهل يبقى هاخد من هنا 10 سم في نصهم بقى عندي 50 مللي 50 مللي واحد ال 10 ده هنزل كام؟ 5 مللي. وجاي موصل الخط كده وكده. ده الانكلينيشن اللي عندك. ما تضطرش تحسب بقى مسافه معينه ودي دي اكبر من كده واصغر من كده لا. ركز وتاخد موازيات. بس خدت الموازي بتاعك من هنا اهو اهو تيجي عند النقطه دي او تحط هنا وبعد كده ارسم الموازي بتاعك. والناحيه الثانيه تحط عند النقطه دي ترسم الموازي بتاعك تحط تفصل. في اسئله؟ اي اسئله؟ يبقى عندنا المسالتين اللي عندنا زي ما قلنا اللي هم المساله دي والمساله دي. ايوه دي نعم 3 اليفيجن اهو قدام منك وانت عدد 6